السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نبقاو في فضائح الاتحادية، يعني اللي كان يترأسها مسيو زاتشي، يعني الاتحادية اللي كان يعني وين تدل على الفضائح والفساد اللي كان متعشعش في وقت مسيو زاتشي، اللي جاب يعني ناس لا علاقة لهم بكرة القدم، ناس تاع بزنيس، ناس تاع أموال، ناس وين ما كاين الدراهم دخلوا يديهم وداو يعني. لكن اليوم كلش العدالة هي اللي غادي توضح كلش على مكان اللي بريء بريء واللي دار قدامو البرويطة باش يذوب بالشحمة، هذا مكان باش يذوب بالرقبة، هذه هي. على ذيك اليوم لازم كل واحد يتحاسب وشدة. اليوم غادي ماذا بكم جماعة، بارطاجوا لي فيديو، بارطاجوا لي فيديو خدت عليه ولاد صوفيا وصوفيا والإعلام هنايا، يعني وين يريد توجيه الرأي العام إلى شايبي بليلي، شايبي بليلي، شايبي بليلي، على بالنا شايبي بليلي، على بالنا ما كاش القائمة، ودخلوا اللعابة راهم يترينوا، راهم يوجدوا لنهار الخميس الطوقوع للساعة الثامنة في عنابة، على بالنا ما تشقاوش. إلى راكم صح تقولوا حنا تدعوا الوطنية، الوطنية اللي تتكلموا بها من برك على مكان بصح، ولا تدعوا باللي عندكم الجرأة كما قال لهم مصطفى معزوزي، أنا كوريك كوريك، هيا الهدرة أنت راجل، هدا القضية تاع أديداس، هدا القضية تاع لونتري تاع هذاك الأونترينير اللي عنده الدبلوم تاع فوتسال وجابوه هنايا، هو اللي قاضب المدرسة تاع خميس مليانة، هو قاضبها. هيا وين قال لهم ارسلوا لي الدراهم، هو اسبانيولي وقال لهم ارسلوا لي الدراهم في قطر، راه في قطر في البنكة تاع ود عباس المدني، دوروا لي دراهمي في البنكة تاع ود عباس المدني، كيما كانوا دايرين بزاف ناس، بزاف ناس كانوا في المنتخب الوطني دراهمهم يروحوا البنكة تاع ود عباس المدني استثمار على ظهر الجزائر. هو ادى الدراهم، ادى الدراهم باباه، يعني دراهم بالليطرة تاع الدم، كل ليطرة تاع الدم يدي معاها، ما عادش عاد يدي معاها، واليوم ولدو ولا بالبولا يدي الدراهم من الجزائر، هذه هي. عليك اليوم نقولكم اسمعوا كما على فكرة. تلك الفافة السابقة وتكشف عن الخروقات التي وقعت في الاتحاد. اسمع اسمع. فضيحة جديدة تهز بيت الفافة السابقة وتكشف عن الخروقات التي وقعت في الاتحادية السابقة التي كان يترأسها خير الدين زاتشي. فيزانتي جيرونا المسؤول السابق لأكاديمية الفافا بخميس مليانة توجه إلى الفيفا وطلب بمستحقاته المالية العالقة التي لم تسدد. التقني الإسباني والذي سبق له الإشراف على رديف أتلتيك بارادو تقدم بشكوى ضد الجزائر في أروقة الفيفا مطالبا بالحصول على تعويضات مالية قدرها 84 ألف يورو. الخزينة العمومية الجزائرية والتي أصبحت في كل مرة تقدم تعويضات للاعبين والمدربين لا جانب هذا بسبب أخطاء المسيرين الجزائريين. الفافا والتي ستواجه مشكلة جديدة وستكون مجبرة على تسديد الأجور المالية وتحمل أخطاء السابقين. هذه يا أخوي بالله شو كيفاش راوك، كما يقول لك الناس يتخلص في مصائب دارتها الناس مقبلهم. لازم هذا زاتشي راه عنده وزينة تاوعه، حاط الدراهم في لي بنك يا خويا، يجيب الدراهم ويخلص ناس، يخلص ناس، خاطش انا على بالي بلي اللي كان يخدم في بارادو كان يخلص يعني من الاتحاديه، كان يخلصها من الاتحاديه، هذه هي 84 الف اورو، شحال راهي طايحه جزائريه 84 الف اورو، يعني وين دوموندا يدوهم له يحطوهم في الكونت في قطر، قطر البنكة تعمل، البنكة تعمل، وشكون اللي قال له دير في قطر؟ كيما انت جايبك انا من اسبانيا نرسل لك دراهمك اسبانيا، راه صايكم كيما 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 الاخر كيما حدد، غادي جاب كوربيس، مانع للاتحادية الجزائرية مانعين باش يجيبوا مدرب فوق سقف 35000 اورو، كيما خرجوا يكذبوا ذوك الكلام، قال لك باللي فايد كان يدي 500000 اورو بالكذب، 500000 اورو بالكذب، هو ما كاش لاعب
يعني نغدي كاليفينا وكوب دي موند ومنا عطاوه 45,000 أورو. قول كيف قول كيف جابوه مشروع رياضي، جابوه مشروع رياضي كان يدي 35,000 أورو. بصح هذو الناس يعني نعقلوا في ذيك الضربة حداد كان نادي تاع الياسمة بشعل جايبو، جايبو ب 95,000 أورو، 95,000 أورو مع كوربيس مثال كوربيس يدي 25,000 أورو، والآخرين يخليهم في الكونت تاع ولد حداد في مارسي في البنكة تاع مارسي. واو لله. واليوم لاعبين هنا احنا يا رجال، ولاعبين هنا وطنيين وطنيين هادية. على ذيك اليوم لازم كل واحد حساباته يا خويا. زاتي جابهم وزاتي نيقوس معاهم كيما قال لهم خطرة زين عامر، قال لهم رئيس اتحادية هو اللي غادي يخلصه، يخلصه من جيبه. هذه بنادم كي انا نجيب اونتريور على الجزائر تاع بويي انا، ولا الجزائر ماهيش تاع بويي انا نجيب، انا راني خدام في الاتحادية، رئيس اتحادية ان بيليفول يخدم بينيفول. لكن راه نجيب رئيس نجيب اونترينا نخلصو من جيبي، كون ما عنديش فايده من جهه وحدة اخرى، كون ما راني شداي المعايير كيف نخلص 35 مليار انا غير هكا نعطيها الاونترينا، ما عندي حتى فايده. اي الكاراس جبناه وين راهي الفايده؟ وين راهي؟ هذا جيرون، هذا جيرون اللي كان يخدم في بارادو بداوه 5 مليانه، يخدم للنادي تاع بارادو، كان يخدم للنادي تاع بارادو. هذا كيف انا نعطيه دراهم ما عندي حتى فايده له، كيما ستي يعطي دراهم كون شادين المعايير. واو لله. لازم الحسابات، لازم العدالة هنا تتحرك، لازم العدالة تتحرك. أسي محمد كان لي خون صباط من الجامع جاب 5 سنين، كان لي خون صباط من الجامع جاب 5 سنين. يا خويا هادو راهم خاونين، خاونين الجزائر ماشي خاونين جامع، هذا غير جامع خون صباط، وكاين اللي راه خاون الجزائر كومبلي. سيدنا آدم كلا حبة تفاح، ربي عاقبه هودو عقاب لهاد الدنيا، هذه الدنيا الدنيا عقاب رانا عايشين فيها، هودو معاقبه للأرض. سيدنا آدم كان عايش في الرفاهية في الرخاء في الجنة، ربي مي بغى يعاقبه هودو لهاد الدنيا، هاد الدنيا الخامجة، هاد الدنيا هذي، هاد الدنيا هذي خامجة، ربي هوده فيها عقاب حبة تفاح. زاتشي وجماعتو شعرهم كلمة حبة تاع التفاح، مكاش عقاب، مكاش عقاب، كاين عقاب، كاين الحباس، وكاين العدالة. يا خويا كلام، يا خويا العدالة تهدر، أنا نطلب العدالة. هادو دراهمنا هادو، أنا يا ما نخلص، ما نخلص الما سيمانة يجو يقطعولي سيمانة، ديلي تاع سيمانة يجو يقطعولي، نتسلف نحزر ونخلص، نخلص تريميستا تريميستا، يسالوني زوج تريميستا تخلص تريميستا تريسينتي، ما تخلصش عندك 5 أيام ولا 10 أيام يجو يقطعولك سي محمد، حتى نروحو نولو نتباكاو فماك، نعطوهم الدراهم اللي كنت نصح عليك النص وندير معاهم تعهدات. تا ولا يعرفني الديريكتور تاع سوناج غاز، ولا يعرفني تعهدات، تعهدات نقول له صح كل يومين على يومين نجيب لك 300 ولا 400 ندفع فيها تعهدات، بنك والمقال تاعي ندير تعهد باش ما يجوش يقطعوا لي تريسينتي، وانتم تخونوا الدراهم، حنا نعطيكم الدراهم وانتم تخونوهم، حنا نمدو لكم دراهم نتوما تخونوهم. هذوك دراهمنا، هذو دراهم تاع الشعب، انت كي تخون، انت كي واحد سبانيولي خانز مخنز يجي انايا يجي يدي 84,000 أورو ما دير والو، انت كي مدرب انتيا ثلاث تبهديلات يدي 278,000 أورو في الشهر. انا مدرب انايا عطيناه دراهم باش يشوفو يبكي باش نتضامن معاه مين بكاو، لا اللي عطاه دراهم يردهم، اللي عطاه دراهم يردهم، واللي عنده مكالمات مع اعداء الجزائر وعنده منا اكشفوهم، اكشفوهم
احنا على بالنا بلي عندهم مكالمات مع اعداء الجزائر، اكشفوهم منا، ما تخلوش الشعب غلط، الناس تغني بيهم والناس منا، هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.